في المشاكل ولا فضل. ندخل لا خش زي ما انت عايز إيه؟ كل اللي عايزاه يعني كله موجود كل اللي عايزاه نخلص لان في نقطه حضرتك كان اثرتيها كمان عمليه الترميم وهي دي اللي كنت هتكلم فيه طب وده ودي برضو من الحاجات اللي يعني بلازق يا فندم مين اللي بلازق هاتي لي اللي بلازق يعني من فضلك اللي يقول كده يجيب يوري هو مش بناء عليه إيه؟ كان في حاله النيابه العامه والتحقيق إيه؟ والمرمم اللي عمل كده اللي هو مش مرمم هو دي الواقعه دي مش على بتاع توت عنخ امون الواقعه حقيقيه بس مش بامير ولا بلازق امال بايه ما انا قلت انا شرحتها لحضرتك على فكره قبل كده دي بتتقال كده على سبيل الهزار يعني ما تنفعش تتقال حتى على سبيل الهزار امال ايه بقى الماده دي ايه يعني ماده مش كويسه بوظت القناع لا مش كويسه ماده كويسه اسمها ماده الايبوكسي استخدامها هو اللي مش كويس المرمم استخدمها خطا وزود عشان يلحم القضيه وحكيتها لحضرتك قبل كده وهحكيها لك تاني لا انا هحكيها تاني ليه لان المساله دي اتحلت للنيابه العامه طب انا اللي حولها للنيابه ايوه يعني ما هو دي النقطه حلوه وحشه استخدمتها غلط المهم النتيجه مين اللي حول للنيابه مين اللي حول للنيابه الوزير حلو يعني الوزير شاف ان في هنا خطا وحوله للنيابه واما عمل شكل لجنه جديده واعادت الاثر ورجع زي ما كان الخطا اللي اتعمل ايه الأثر حصلت إن اللحية إما اتفكت نزلت معمل الترميم حصل هجوم على مدير المتحف الكلام ده كان بعد ما أنا جيت بشهر واحد يعني كنت لسه ماسك الوزارة إزاي إحنا معانا أجانب جايين المرشدين السياحيين وعاوزين يشوفوا القناع أنت إزاي فين القناع فإدى أمر القناع يتخلص ترميمه بسرعة ويطلع ده ما ينفعش في الترميم الترميم بيتعمل حاجة اسمها دراسة اللحية دي مادتها ايه وايه انسب المواد اللي ليها وهتاخد وقت قد ايه وتتلحم في قد ايه ده بياخد وقت وبيتصور بتعمل تسجيل كمان مراحل تسجيليه ده اللي ما تمش استخدمت ماده الايبوكسي عشان لانها ماده سريعه اللحام فقام مكترها عشان تلحم بسرعه وطلعت فظهرت ما بين اللحيه والدقن عملت الشكل المشوه ده التشويه اللي حصل وفي ساعتها عملنا مؤتمر صحفي وجبنا اهم اكبر خبير للترميم المعادن اللي كان موجود في مصر وقتها كريستيان إيكمان وعملنا وخليته هو اتكلم بنفسه والعمل التقرير لزقها بالخبير الاجنبي نعم؟ ده لزقها بايه بشمل عسل مش بالايبوكسي نفسها بقى لا طب ليه ما لزقهاش بنفس الماده ما دام الماده لان هو لان هي هنا بتختلف من مدرسه لمدرسه زي كيفيه العلاج من طبيب طبيب بيدي علاج وطبيب بيدي علاج اخر الترميم نفس الحكايه مدارس وهو الماده دي كان ممكن تستخدم لكن بشكل طبيعي قليل اللي هو ينفع للحام وتنتهي الـ 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 الافضل منها حاجه تانية ما بتلاقي عندك حاجه ممكن وحاجه يعني افضل تستخدم الافضل ولا لا يعني الواقعه دي بتخلينا نحط ايدينا برضو انه لازم يعني يسند الامر لاهله يعني لازم يكون في حد بالزبط. خبير فاهم ما تبقاش مساله حقل تجارب في اثر لا لا مش حقل تجارب فانه يبقى عندي برضو الـ 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 المرممين يعني احنا لا نقلل طبعا من قيمتهم في اساتذة وعلماء لكن حتى الشباب الصغير الناس اللي ممكن يكون عندهم لسه الراجل استعجل زود اللازق يعني ما فيش كده بالظبط ما ده الغلط وعشان كده ده كان اللي حصل ان مدير المتحف نقلهم بعد الحادث وانا ما عرفت الموضوع حولت للتحقيق علشان الاجراءات يعني ما حاولتش ان هو رمم خطا انا عندي تشويه ظاهر معناه ان الاجراءات لم تاخذ حقها في الدراسه فتم التحويل للتحقيق هنا في نقطة بقى مهمة اللي حضرتك أثرتيها اللي هي التخصص احنا عندنا خريج قسم ترميم زي خريج كلية طب كده عام ممارس عام يرمم معادن ويرمم أحجار ويرمم بردي فدول اللي كانوا موجودين في الوقت ده في المتحف عشان كده غيرناهم لأن المفروض في المتاحف الكبرى ما يكونش الممارس العام ده يكون المتخصص السنة اللي فاتت بعديها خلاص عملت خطة في عام واحد عامل 286 دورة تدريبية لحوالي 5500 موظف في الوزارة لعمل تخصص في الترميم مرممين معادن مرممين أحجار مرممين مواد عضوية فبدأنا نعمل التخصص ده علشان يكون عندي متخصص وده أصبح موجود ده كان في الأساس موجود عندي في المتحف المصري الكبير لازم كان يعمم في الباقي فبنعمله ده دلوقتي في المتحف المصري وبالفعل دلوقتي عندي مرممين خاصين بالبردي وعندي مرممين احجار وعندي مرممين معادن بدانا نعمل التخصص فبتعالجي لما بتشوفي قصور انا جد لقيت في قصور بعالجه ولا ما عالجوش بعالجه لكن مش بقى انا بعالجه اقول لا انت لسه عندك القصور السابق لا بعالجه وعشان كده اللجنه اللي اتعملت كان فيها اللي هو المتخصص إيكمان ومعاه اثنين مصريين معادن وخدوا كمان منه خبره وخرج القناع ورجع مرة تانية كما كان. طيب.